بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر الدور كلها، امين. اتكلمنا المره اللي فاتت عن تطور المفهوم الخلقدوني او الشرح الخلقدوني للاتحاد الطبيعي والأقنومي، وقلنا أن الموضوع رغم أنه ثابت عندنا ومستقر إلا أن هناك لأن اعتمدوا على الفلسفة في التأويل والتوفيق ما بين تحديدات خلق دنيا وتعليم البابا كيرلس، فكانوا يواجهوا بصعوبات. فالأول خالص قالوا أقنوم أو بروسوب في طبعتين بفعلين ومشيئتين. فطبعا أنا مش عيد الكلام، اتهموا صراحة إن نفس الفكر النسطوري، وشرحنا ليه. جه في بداية القرن السادس وبدأوا بيوحنا النحوي، بدأوا يقولوا دي المرحلة الثانية، أقنوم الكلمة وطبعتين عامتين. فبرضو وجهوا باحتجاجات، لأن مفيش طبيعة هنتكلم عليها تكون محددة قدامنا وتبقى بدون أقنوم. ودينا أمثلة وشروحات كتيرة المرة اللي فاتت في التطور اللي هنتكلم عليه بشيء من التفصيل، لأن ده استقر وموجود حتى يومنا هذا، اللي هو نظرية التأقنم، نظرية التأقنم. وقلنا من البداية إن الفكر دايما نحط في بالنا الخلفية الفلسفية والتأثر بفلسفة أرسطو في طريقة التفكير ومنهج التفكير اللي اتخذوها. النهاردة هنتكلم عن نظرية التأقنم، وده ابتكار خلقدوني، ابتكار فلسفي. طبعا احنا مش بنقول الكلام ده من عندنا، الامور دي بالذات بنحاول نجيب براهين او شهادات من الطرف الآخر عشان ما نؤولش. في كتاب سر التدبير الإلهي يقول في الجدل الدائر منذ مطالع القرن السادس كانت مسألة كيفية اتحاد طبيعتين في يسوع الشغل الشاغل للصراع بين الأرثوذكس واليعاقبة. طبعا يقصدوا بالأرثوذكس الخلقدونيين والعاقبة اللي هم احنا. معلش يعني احنا يهمنا الناحية الموضوعية. يقول فظهر دفاع عن خلقدونيا، كانوا في موقف دفاع دايما لان الفكر مدان بقوة. فظهر دفاع عن خلقدونيا
514 و18 بقلم يوحنا النحوي، وذلك في كليكية السورية. فكان له بعد كبير في التوفيق بين خلقدونيا وكيرولوس، لأن احنا كنا شرحنا قبل كده إن في الفترة اللي ولا سيما جه فيها جستينيانوس حسوا إن مش ممكن يحصل توافق بدون القديس كيرولوس. فطبعا تعليم القديس كيرولوس مش متوافقة مع خلقدونيا، فبدأوا يحاولوا يوفقوها عن طريق إعادة تعريف المصطلحات والتعبيرات اللاهوتية. وخدنا قبل كده التعبير المشهور بتاع ميا فيسس تسيئو لوغوس ساركوميني، وإزاي فسروه بطريقة بحيث تكون متطابقة ومتوافقة مع عقيدة خلق دنيا. فبيقول: فكان له بعد كبير في التوفيق بين خلق دنيا وكيرولوس، وبرز في الصف الأرثوذكسي أيضا إفرام بطريرك أنطاكيا ولوانديوس الأورشليمي وسواهما، في مجموعة بقى من اللاهوتيين والفلاسفة بدأوا يحاولوا يقوموا بالمهمة دهيت، مهمة التوفيق بين خلق دنيا وتعبيرات وشروحات وتعريفات القديس كيرولوس. يقول: فدخلت المعركة ألفاظ أخرى أخرى، لأن قبل كده كنا اتكلمنا عن المصطلحات، الطبيعة والأقنوم والجوهر والبروسوبون، واتكلمنا أيضا عن التعبير المشهور طبيعة واحدة. فدخلت ألفاظ أخرى أخلدها الاتحاد الأقنومي أو الاتحاد بحسب الأقنوم. قديس كيرولوس قال في اتحاد طبيعي واتحاد أقنومي. احنا شرحنا فكر القديس كيرولوس وإيمان كنيستنا ايه في الاتنين، اتحاد طبيعي اتحاد الطبعتين، بقى طبيعة من طبعتين، اتحاد أقنومي بقى أقنوم من أقنومين. فبيقول: لوانديوس البيزنطي أرسطوي، أرسطوي يعني ايه؟ تبع فلسفة أرسطو أو متأثر بيها، حاول تفسير لفظتي جوهر وأقنوم، وحاول أيضا تفسير خلق دنيا تفسيرا أورجانيسيا إفغاريوسيا، يعني كان في حاجات متأثرة ببعض أفكار أوريجانوس وإفغاريوس. وبيقول: اختلط في ذهن الناس ظهرا مع لوانديوس آخر، هو لوانديوس الأورشليمي. في شخصيتين كان اسمهم لوانديوس، واحد اسمه لوانديوس البيزنطي، واحد تاني لوانديوس الأورشليمي، وفي خلطوا ما بينهم. بيقول: اختلط في ذهن الناس ظهرا مع لوانديوس آخر هو الأورشليمي، لفت الأنظار إليه عام 1887 لوفس، ثم تتالت الأبحاث أهمها أبحاث مارسيل، وصدرت أخيرا أطروحة الدكتور داود إيفانز تناقش السابقين وتعطي تحليلا وافيا، خاصه من دروب بصفحات بالاستناد إلى معلومات استقاها من إيفانز، إلا أن هذا يبقى أفضل مرجع. حتى عند إخواتنا الخلقدونيين التطور في لبس، مين اللي عمله وإمتى، مين اللي عمل التفسيرات ديت وإمتى، وحصل لبس في الأسماء المتشابهة أيضا.
في موضع آخر يقول: ويرى بعض في هذا الجمع بين النسطورية والأورجناسية في تلك الحقبة إحساسا بالروابط بين الإثنتين. أنا طبعا في تفاصيل كتيرة بتبقى في النصوص تتكلم عن نقط أخرى، بنركز على النقط اللي هي إيه تخصنا. فهنا بيقول: لا شك أن أرسطوية الطرفين واضحة. التأثر بأرسطو، فأرجنسي فلسطين خلقدونيون اسما ولكن على طريقة إفغاريوس، يعني هم خلقدونيين لكن متأثرين بفلسفات مختلفة، لكن بيجمع ما بينهم التأثر بفلسفة أرسطو. يقول: من أبرز ممثلي النزعة آنذاك لوانديوس البيزنطي المترهف في دير مارسابا، والذي افترق عن مارسابا في القسطنطينية. خلي بالكم من الجزء الجاي بقى. فأثر على التقي النافذ أفسابيوس أو أوسابيوس. لوانديوس أثر على مين؟ إفسابيوس. فتوصل إلى دفع اثنين من البارزين إلى الصدارة، خرج من تحت إيده اثنين بارزين، فكان أحدهما ثيودوروس أسكيداس الذي صار المستشار اللاهوتي لجستونيانوس. يعني بيجيب لنا قرار مين يوستينيانوس كان بيتغذى منين وايه الفكر اللي كان بيتغذى بيه. في كتاب إعادة فحص يؤكد هذا الأمر، يقول: وكان النحوي قد مهد لنظرية التأقنم، اللي هو يوحنا النحوي مهد ليها، لكن مش هو اللي قالها بالطريقة اللي هي بقت معروفة بيها. وكان النحوي قد مهد لنظرية التأقنم التي تبناها الخلقدونيون والتي سيأتي ذكرها فيما بعد. مهد ليها ازاي؟ حينما فرق بين الهيبوستاسس وبين الواقع الخاص المحدد. لذلك اعترف أن ناسوت المسيح كان واقعا خاصا محددا، أي جسدا أعطي روحا عاقلا مفكرا، ولكنه مع ذلك لم يعترف به كواقع هيبوستاسي. بدأ يعيد تعريف الأقنوم بدل ما هو جوهر خاص أو طبيعة خاصة اللي هو بيعبر عنه واقع خاص. قال: لا، ممكن يبقى فيه واقع خاص لكن مش أقنوم. ويبدو أن النحوي كان يفهم الهيبوستاسس بكونه فقط الشخص المعني بالأفعال، ولم يكن هذا المفهوم يرتبط عنده بأي مدلول للواقع الخاص المحدد. فالأوسية بالنسبة له اللي هي الجوهر أو ممكن يرادفها الطبيعة أحيانا هو الحقيقة العمومية، والطبيعة كان لها أيضا نفس المدلول. والهيبوستاسيس ليس هو الأوسية الذي تفرد وتخصص، أي ليس هو الحقيقة العامة التي واقعا خاصا محددا، ما هوش الطبيعة الخاصة أو الجوهر الخاص، ولكن صار تعريفه للهيبوستاسيس أو الأقنوم إيه؟ يقول: هو مركز الفعل الذي يملك الطبيعة.
احنا خدنا قبل كده تعريفات الاباء عن الاقنوم. بدأ يعرفوا الاقنوم بتعريف اخر خالص عشان يحاولوا يوفقوا بقى تعبيرات خلق دنيا تمشي مع اللي بيقوله الكورولوس لو خدنا التعريفات بالمعنى الجديد دوت. فبدل ما يقولوا الاقنوم هو واقع خاص او طبيعة خاصة او جوهر خاص، لا، يقول هو مركز الفعل الذي يملك الطبيعة. تعبير فلسفي جديد محدش قاله، وهم نفسهم بيقروا بكده ان طوروا المعاني. ومن الواضح، خلي بالكم من اللي جاي او خلي بالكم على طول. ومن الواضح ان النحوي كان يحاول الدفاع عن صحة عبارة في طبيعتين مع تجنب وجود هيبوستاسيسين في المسيح، لاني في خلق دنيا قالوا اقنوم واحد في طبيعتين. طب هتيجي ازاي ديت؟ ما لو قال كده هيبقى في اقنومين، فهو عايز يحتفظ بتعبير خلق دنيا من غير ما يتصادم مع تعريفات الاباء للاقنوم والطبيعه. فبيقول كان يحاول الدفاع عن صحة عبارة في طبيعتين مع تجنب وجود أقنومين في المسيح. فقال مش شرط يعني ان يكون في الجوهر المحدد له أقنوم يبقى ملوش أقنوم. لذلك فسر مصطلح طبيعة الوارد فيها انه يعني الأوسية كحقيقة عامة. قال الطبيعتين هنا ده طبيعة عامة مش طبيعة خاصة. كما جمع بين كون المسيح هيبوستاسيس واحد وكونه في طبيعتين من خلال تفسيره للهيبوستاسيس، كما ذكرنا بأنه الشخص المعني بالأفعال الذي يملك الطبيعة بمعناها العام والذي يمكنه أن يملك أكثر من طبيعة في نفس الوقت. يبقى تعريف الأقنوم بقى فيه تعريف جديد خالص، هو المعني بالأفعال وهو المالك للطبيعة، ومش ممكن يملك طبيعة واحدة كبس، ده ممكن يملك طبيعتين كمان. ما هو كلام بقى يعني في الفلسفي غير منطقي. لذلك أكد أن هيبوستاسيس المسيح الواحد هو هيبوستاسيس الله الكلمة الذي بالإضافة لطبيعته الإلهية وحد بنفسه ناسوتا كطبيعة ثانية. ده كله عشان يمشي ازاي يبقى فيه اقنوم واحد وطبيعتين. فقال لا، ده الاقنوم ممكن يبقى ايه، يشيل طبيعتين. ايه هو الاقنوم اصلا؟ هو الملك للطبيعة، تعريفه هو كده. لكن طبعا الكلام ده مش مظبوط ولا يتفق مع الاباء على الاطلاق. بيقول وذلك من خلال تفسيره للهيبوستاسيس، كما ذكرنا بأنه الشخص المعني بالأفعال الذي يملك الطبيعة بمعناها العام والذي يمكنه أن يملك أكثر من طبيعة في نفس الوقت. لذلك أكد أن هيبوستاسيس المسيح الواحد هو هيبوستاسيس الله الكلمة الذي بالإضافة لطبيعته الإلهية وحد بنفسه ناسوتا كطبيعة ثانية. أما القديس ساويرس على الجانب الآخر فكان لا يفصل بين مدلول الهيبوستاسيس بكونه الأوسية المتفردة المخصص بما له من طبيعة في وقعها المحدد، يعني طبيعة خاصة، وبين كونه الشخص المعني بالأفعال. هو الاثنين مع بعض، هو الطبيعة الخاصة المتفردة وفي نفس الوقت معني بالإيه؟ بالأفعال. لذلك كان يصر على أن هيبوستاسيس المسيح الواحد هو الهيبوستاسيس المتجسد لله الكلمة، ولذلك هو هيبوستاسيس مركب. مركب من إيه؟ من أقنومين.
شوفوا تعبير آبائنا لما تحطوه جنب الافتراضات دوك، حاجات فلسفية غير منطقية، لكن تعرف آبائنا واضح على طول. دايما في الحاجات اللي هي بتبقى غريبة شوية أو مش ماشية مع فكرة آبائنا، بنحاول نستشهد بمراجع مختلفة عشان يعني للتأكيد إن ما يبقاش واحد يمكن غلطان ولا حاجة، فبنجيب من أكتر من مصدر. سيلرز يتكلم على ولونديوس البيزنطي بأنه هو صاحب نظرية التأقنم، أن أقنوم الكلمة اتحد بطبيعة بشرية غير مقنمة، وبعدين بناء على كده بيشرح نظريته ديت من خلال شرحه لعقيدة خلق دنيا بقى، لأن الهدف من النظرية توفيق عقيدة خلق دنيا على فكرة الاتحاد الأقنومي والطبيعي اللي قال بيه البابا كيرلس. فبيقول ايه سيلرز؟ يقول لكن ما له أهمية خاصة هو أن الخلقدونيين في عملهم التوضيحي، شروحاتهم يعني، يطورون تعريف المجمع الخلقدوني. مين اللي بيقول يطورون؟ مش أنا، مش إحنا اللي بنقول. أما بنقول تطور، مراحل تطور، إحنا بنقول الواقع اللي هم نفسهم بيقولوه، موضحين مضامينه. بين الخلقدونيين الجدد، خلي بالك الايه الجدد، يعني اللي ليهم فكر جديد، ابتكارات جديدة. والبين الخلقدونيين الجدد اللاهوتي المتميز لوانديوس البيزنطي في نظريته عن التأقنم، يلخص في عبارة عقيدة المجمع الخاصة بوحدة شخص المسيح. فيقول ايه بقى؟ يقول يسوع المسيح معترف به هو واحد ونفس الابن، ابن الله صار انسانا، فيه وحد كلمة الله الناسوت بنفسه وجعله خاصته. ولذلك فإن الناسوت له وجوده ليس منفصلا كما لو كان لشخص أو أقنوم آخر، يعني مش ناسوت له أقنوميته يعني بجانب الكلمة، ولكن في شخص أو أقنوم الكلمة. التعبير الخلقدوني بأن يسوع المسيح هو ابن واحد معروف في طبيعتين ومعروف في إرادتين وفعلين، يوجد في المسيح فاعل واحد، ابن الله الواحد الذي صار إنسانا، شخص إله إنسان له جميع الأفعال كل الوقت، الواحد في شركة مع الآخر، لاهوت حقيقي وناسوت حقيقي. يعني صار أقنوم في طبيعتين وكل طبيعة تشتغل ما يخصها. طب ما كده يبقوا لا، ما فيش حاجة اسمها أقنومين، ده هو أقنوم واحد بس، لأن قالوا لازم، ما هو كده هيقولوا عايزين ينفوا عنهم النسطورية. نسطور قال طبعتين وأقنومين، فهم قالوا لا خلينا أقنوم واحد لكن طبعتين. فعشان يبقى أقنوم واحد فلغوا أقنوم الناسوت خالص، لكن بكلام غير منطقي وغير واقعي، كل اعتمادهم على الفلسفة، التعبيرات الفلسفية غير المنطقية. خلاصة رأيه في الاتحاد ايه لوانديوس بقى؟ خلي بالكم
في حاجات هتلاقوها مش سلسة، اللي تحس انه مش قادر اللي يستوعب، لان كلام مش منطقي شوية. يقول لو أنديوس البيزنطي متأثر بإبغاريوس وأوريجينوس قال بأن كلمة الله موجود صرمديا ويتحد به أزليا نوس روح، يعني هذا النوس هو المسيح. كل الأرواح سقطت بدرجات مختلفة، ده فكر منسوب لأوريجينوس، الخلق السابق للأرواح يعني مخلوقة وسقطت. المسيح لم يسقط إنما اتخذ جسدا، وينصرف إلى تحليلات فيها قرابة من النصرية وتأثير أرسطوي، أرسطو يعني. يقول إيه؟ بوجود طبائع ذات أقنوم وبطبائع ليس لها أقنوم، وإنما تقنمت في سواها، تقنمت إيه؟ في سواها. وده اللي كان وقع فيه أبوليناريوس، كان أبوليناريوس بيعتقد أن الأقنومية مركزة في الروح، فقال السيد المسيح، في السيد المسيح اللي هو تحل محل الروح الإيه؟ الإنسانية. الكلام ده حكاية أبوليناريوس هيجي دلوقتي، ما تقلقوش، لا تفتكروا أن احنا اللي بنقول كده، بس خلي بالكوا دايما اربطوا الخلفية الفلسفية في الابتكارات اللي بتحصل. يقول بطبائع ليس لها أقنوم وإنما تقنمت في سواها، الطبيعة الإلهية والجسد مقنمان، الأقنوم هو النوس أي المسيح، تم اتحاد الإلوهة والجسد بواسطة النوس. بيعلق بقى هو الكاتب سر التدبير الإلهي أسبيرو جبور، يقول إيه؟ طبعا هذا ضلال مبين، مش إحنا اللي بنقول كده، ده حتى هما، ده ضلال مبين، لذلك اعتبروا معاصروه فلان وفلان وكل المعاصرين أوريجينسيا هرطوقيا. ويتساءل إيفانس عما إذا كان أبوليناريوس، إنكار أبوليناريوس لوجود نوس في ناسوت المسيح متأثرا برد الفعل على الأورجانيسية. شفت اما كان يقولوا علينا أبوليناريين، مين بقى اللي ماشي مع تبع أبوليناريوس؟ يقول هذا الضلال لقي مقاومة ممتازة من لوانديوس الأورشليمي، يعني لوانديوس البيزنطي كان متأثر بفلسفات أخرى، الفكرة بتاعته فكرة التقنم أو التقنم هو اللي ابتكرها، لكن لو أنديوس الأورشليمي وضبها شوية. بل هذا الضلال لقي مقاومة ممتازة من لو أنديوس الأورشليمي، الذي يرجع الفضل إلى ريتشارد في اكتشافه لنا، والإمبراطور جوستينيانوس. خلي بالكوا بقى جوستينيانو زي ما مرتبط بالابتكارات اللي حصلت دهيت، واللي حاول بعد كده يفرضها ويقننها من خلال المجمع الخامس، والشجب القوي من المجمع الخامس المسكون. صدقوني ما كنتش قريت لسه المجمع الخامس، لكن ايه انا بستبق الحكاية، الذي بدأ الآباء الكنيسة التالين له مجمعا موجها ضد الأرجونيسية، أي ليس كما كان يذكر العلماء قبل حين أنه موجه ضد النصرية، لكنه ضرب البدعتين معا، النصرية والأورجانيسية اللي هو اللي تبع أوريجانوس يعني، على ما نرى في المجمع السادس. وانتهينا إلى القول، وانتهينا إلى الإيه؟ القول. يعني عدلوا في اللي بيقولوا لوانديوس وخلصوا إلى بأن كلمة الله الموجود صرمديا اتخذ من مريم طبيعة بشرية لها جسد وروح عاقل، يعني ما لغاش الروح بقى، روح عاقل.
وهذه الطبيعة هي بلا شخص. بدل ما أبوليناريوس قال ما فيش روح وكان رابط الروح بالأقنومية، لا دول عملوا تعريف جديد للأقنوم لكن نفس الفكرة ناقصة مش كاملة. عارفين الفكرة بتاع الاتحاد بتاع ولكن هي بلا شخص، ولكنها طبيعة بشرية تامة كالطبيعة التي نراها في الأفراد. خلي بالكم الحتة الجاية دهيت، لو كانت شخصا لما كانت طبيعة عامة ولانحصر الخلاص بفرد واحد. يعني الطبيعة اللي اتحد بيها الكلمة طبيعة عامة، لو خاصة كان الخلاص حصل لفرد ايه؟ مين هو الفرد ده؟ اذا كانت طبيعة المسيح خلصنا بيها يخلص مين؟ ولما كان يسوع آدم الثاني الذي يتجدد ويلد فيه جميع الناس، ولكن هذه الطبيعة تحتاج في وجودها إلى مسند، فإن كانت بلا أقنوم فإن مسندها الأقنومي هو أقنوم كلمة الله. هو إيه أصلا الأقنوم؟ هو الأقنوم مسند ولا طبيعة خاصة أو جوهر خاص له صفاته اللي من طبيعة من مكونات الطبيعة هي اللي بتفرده؟ إيه حكاية مسند ديت في الأقنوم اللي هو المسند وملك الطبيعة؟ تعريفات جديدة خالص لم يقل بها أحد من الآباء. فإن كانت بلا أقنوم فإن مسندها الأقنومي هو أقنوم كلمة الله، هذا الأقنوم الأزلي الذي يحوي سرمديا الطبيعة الإلهية. كأن الأقنوم ده حامل الطبيعة، يحوي صار في الزمن، يحوي أيضا الطبيعة البشرية باعتبار التعريفات الجديدة أن الأقنوم هو مالك الطبيعة. واتضح أنه مش يملك طبيعة بس، ده ممكن يملك طبيعتين كمان. مين من الآباء قال كده؟ ومفهوم الاحتواء والتملك هذا مفهوم آباء قديم، أين هو؟ ده هو بيقول كده، فين ده؟ مين من الآباء قال كده؟ نراه بخاصة لدى الكبدوكيين، ده احنا جبنا التعريفات كلها بتاع الكبدوك ما قالوش كده خالص، وجبناها منهم. الطبيعة الإلهية لا تقبل تأليفا، ولكن الشخص يقبل التأليف. ايه هو الشخص؟ ايه هو الأقنوم؟ وايه هو الطبيعة؟ خلى كأن الأقنوم ده كيان مستقل، كأن يعني له وجود مستقل والطبيعة حاجة والأقنوم حاجة، والكلام ده هيتقال كمان شوية. ولكن الشخص يقبل التأليف بعد التجسد. أقنوم يسوع يتألف من طبيعتين، لاهوته غير قابل للآلام، وإنما نستطيع أن ننسب الآلام إلى أقنومه الإلهي. فاكرين لما كانوا يتهموا أبائنا اللي يقولوا مؤلمي الإله، مؤلمي الإيه؟ فطبيعة من غير أقنوم، الأقنوم الإلهي هو أقنومها ينسب لي ايه؟ الالام الى اقنومه الالهي. لكن في فرق لما بننسبها للاله المتجسد، ان طبيعيا واقنوميا متجسد. يا من ذاق الموت بالجسد، مع ان ناسوته هو الذي تالم، واتحد ناسوته بلاهوتي اتحاد اقنومي. شوفوا بقى، سموا عرفوا الاتحاد الأقنومي ايه؟ مش اتحاد بين أقنومين، لا ده اتحاد أقنوم الكلمة بطبيعة ناسوتية ملهاش أقنوم، وهو بقى أقنومها تقنمت فيه. واتحاد ناسوته بلاهوتي اتحاد أقنومي، بينما نحن بالله بواسطة النعمة.
وبهذه الصورة ينحل معنى إشكال لاهوتي كبير جدا. خلاص خلصنا من المشكلة. حكاية أقنوم في طبيعتين بإرادتين وفعلين، أبانا يقولوا لهم طب ما كده يبقى لابد هيكون في أقنومين، يبقى ما فيش اتحاد، الطبيعتين هما طبيعتين والأقنوم هو إلهي بس، يبقى فين الاتحاد؟ لا فيه لا اتحاد أقنومي ولا اتحاد إيه طبيعي. فراحوا قالوا لا، ده أقنوم الكلمة خد طبيعة بشرية غير مقنمة وبقى أقنوم بطبعتين، بقى هو ده الاتحاد الأقنومي والطبيعي في آن واحد. حاجات لم يقل ولا ترد على بال القديس كورولوس خالص، لم يقل بيها ولم تأتي على باله ولا على أي حد من الآباء قلب كده خالص. وكده بقى وصلوا بهذه الصورة، ينحل معنا إشكال لاهوتي كبير جدا. كان في مشكلة لأقولها حل فلسفي، احنا طبعا ما كانش عندنا مشكلة، الأمور واضحة وصريحة من البداية. فالطبيعة الإلهية الجوهر الإلهي مشترك بين الأقانيم الثلاثة، يملكه كل منهم بتمامه بدون أي تجزئة بينهم، هو بتمامه للآب وبتمامه للابن وبتمامه للروح القدس. إن قلنا أن الطبيعة الإلهية تجسدت نكون قد قلنا أن الثالوث القدوس قد تجسد. لا مش مظبوط، لأن الأقنوم الكلمة يحوي الطبيعة اللاهوتية، لكن معروف الآب في الابن في الروح القدس، أنا في أبي وأبي فيا، نور الله ظهر في الجسد. لكن لو خصينا أقنوم نقول الكلمة صار جسدا. ولكن إن قلنا إن أقنوما من الثالوث القدوس قد تجسد، فإننا نحصر التجسد بشخص ابن الله. طب هو إيه هو الأقنوم بقى؟ إذا كان مش الأقنوم من غير طبيعة، يبقى الأقنوم عبارة عن إيه؟ ما هو الأقنوم إذا كان خلوا من طبيعته؟ يبقى أين هو؟ إيه هو الأقنوم أصلا؟ الأقنوم حامل الطبيعة، هم يقولوا كده يعني. ولكن فإننا نحصر التجسد بشخص ابن الله، طبعا نبقى في حدود السر الإله الذي لا تدركه أفهام الملائكة أنفسهم، بل تسجد له خاشعة في صبح دائم. طب يا ريت من البداية نعرف إن الدخول في تفاصيل الموضوع دوت أمور لا تدركه الأفهام وندخل في صبح دائم. لكن أقحمه الفكر الفلسفي بصورة خاطئة في التعامل مع الأمور اللاهوتية. خلي بالكو برضو في قول تاني يقول لنا إيه، وينسب لفظ التقنم إلى لوانديوس البيزنطي. وخلي بالكو من اللي جاي، بينما وردت قبلا لدى أبوليناريوس وأبي فانيوس القبرصي، دي مشكوك فيها، إلا أن لوانديوس جعل منها مصطلحا لاهوتيا. مين اللي جعلها مصطلح لاهوتي؟ لوانديوس، أساسيا في مذهبه انتزعها منه لوانديوس الأورشليمي وطهرها من أدران الأفلاطونية الأورجنيسية. يعني الفكرة برمتها بجملتها نظرية جديدة أصولها ترجع لمين؟ أبوليناريوس اللي هو متأثر بأرسطو وبمنهج أرسطو. المرة دي لازم تبقوا صحيين على طول، مش هقول الحتة دي مهمة، لا كله. أنا مش هكتر المحاضرة دي، هقسمها
عشان يعني محتاجة تركيز. برضو في موقع آخر يقول إيه؟ لو أنديوس البيزنطي استعمل لفظة التقنين ولكن شرحه لها ملوث بالأفلاطونية الأورجانيسية الإفغارية إفغاريوس يعني، لو أنديوس الأورشليمي نقاها من ذلك. وخلوا بالكم بقى بيقول إيه؟ ودخلت في اللاهوت الأرثوذكسي على يد المجمع الخامس والآباء اللاحقين. اتقننت هذه المفاهيم امتى؟ في المجمع الخامس والآباء اللاحقين. احنا في الكورس الجاي ان احيانا رب عشنا ممكن نتطرق للمجمع الخامس، لكن هستبق وأقول في المجمع الخامس محاولات التوفيق بين خلق دنيا والبابا كيرلس أقروها وقننوها في المجمع الخامس، وذكر اسم القديس كيرلس فيه، وأدانوا اللي شتموه أو أدانوا كتابتهم لكن لم يدنوهم هم شخصيا، أدانوا الشتيمة بس لكن الفكر اللاهوتي لم يدنوه. أدانوا شتمتهم لمين؟ للأسف البعض يعتقد أن المجمع الخامس صحح وقرب مننا أكتر أو من إيماننا أكتر، لكن في منتهى الخطورة. ليه؟ لأن هو قنن التعديلات أو التوليفات والتوفيقات اللي حصلت لتوفيق، مش هقول الخلق دنيا على البابا كيرلس، لو في البابا كيرلس على خلق دنيا من خلال إعادة صياغة التعريفات بمعاني مختلفة وابتكار نظريات جديدة. يقول طبيعة المسيح البشرية ليست أقنوماً، أقنوم ابن الله تجسد، ننسب التجسد إلى أقنوم الإب، هذا الأقنوم صار أقنوما للطبيعة البشرية، هو أقنوم للطبيعتين بالتمام إلى الأبد. يعني إيه أقنوم للطبيعتين؟ يعني اتنين دلوقتي كل واحد له أقنوميته، ينفع واحد أقول أقنوم للاتنين؟ بحسب فكر الآباء وبحسب المنطق والعقل ما ينفعش. ده التعريف الفلسفي مش اللاهوتي، الفلسفة الواقعية المنطقية لما يعرفوا الشخص يقول هو مجموعة الصفات الجسمية والذهنية والسلوكية اللي تميز فرد من آخر. وده اللي قاله الآباء، ازاي بنميز بطرس عن يوحنا عن بولس عن غيره، لكن دخلوا بتعريفات جديدة. الأقنوم هم مالك الطبيعة، طبيعة ملهاش حد يملكها، ملهاش مسند، ملهاش سند، ممكن أقنوم تاني ايه تستند عليه. هو ايه الأقنوم اصلا؟ كما لو إنه كيان مستقل. يقول التقنين هو حالة وسط
بين الكينونة بلا أقنوم والكينونة أقنوما، فمن هو مقنم؟ يقول الأصل اليوناني، يقول الهايبوستاثوس، الأصل اليوناني أقوى تعبير، إنما هو موجود لا في ذاته بل في غيره، ده المقنم اللي ملوش أقنوم، يعني مشاطرا هذا الغير أقنومه. هذه الحالة الأخيرة هي حالة التجسد ابن الله، صار أقنوم الابن أقنوما للناسوت، تلاقت الطبيعتان في أقنوم ابن الله السرمدي. بعد التجسد هو أقنوم مؤلف من الطبيعتين، لم يحصل أي تغيير في أقنوم، عشان كده يقولوا من طبيعتين مش في طبيعتين ممكن تمشي، يقول لك يا ده بقوا مزينا، ده كنا مختلفين في خلق دنيا، يقولوا أقنوم في طبيعتين لا ده حصل تقارب كبير قوي. لم يحصل أي تغيير في أقنوم الابن، ابن الله هو أقنوم الطبيعتين معا في آن واحد، فالطبيعة البشرية التي هي بلا أقنوم بشري صارت مقنمة، أي ذات أقنوم باتحادها بأقنوم ابن الله. إذن يسوع اتخذ طبيعة بشرية وجعل أقنومه الإلهي أقنومها، لقد صار الإله إنسانا والإنسان إلها، الكلمة صار جسدا والجسد صار كلمة بفضل الاتحاد الأقنومي، ولكن لم تصر الإلوهة بشرا لأن الإلوهة لا تتحول ولا تستحيل، هي جوهر ثابت لا يعتريه ظل دوران. الذي جرى هو أن الأقنوم الثاني لا الطبيعة الإلهية المشتركة، الأقنوم مش الطبيعة، طب هو الأقنوم من غير الطبيعة يبقى إيه؟ أقنوم الكلمة من غير الطبيعة يبقى إيه بالضبط؟ إيه هو الأقنوم؟ ضم إليها جسدا، الله في أقنوم الابن اتخذ جسدا وباتحاد الطبعتين صار اللاهوت مسحة للناسوت، فألهه ساكبا فيه مجد والأسنى ساكنا فيه سكنة تامة. فبقى شوفوا التعريف الاتحاد الأقنومي اللي بيفسروا بيه بقى اللي هم بقوا ماشيين تبع الاتحاد الأقنومي زي القديس كورولوس ما قال، فلفظ الاتحاد الأقنومي بيتقال برضو، مش كورولوس قال اتحاد أقنومي؟ في اتحاد أقنومي. ايه بقى هو الاتحاد الأقنومي؟ يقول فالاتحاد الأقنومي يعني أن أقنوم الابن اقتنى الناسوت ملكا خاصا به يؤلف معه أقنوما واحدا، الناسوت يعني الطبيعة الناسوتية مش طبيعة خاصة. كلام طبعا لا منطقي ولا واقعي، في موقع آخر برضو يقول وقد ضم الابن الطبيعة البشرية إلى أقنومه الإلهي فصار أقنوم الكلمة الإله أقنوما للطبيعة البشرية، فلم يتخذ ابن الله أقنوما بشريا لأن الاتحاد يضحى غير كامل. خلي بالكوا بقى الفكر بتاع أرسطو، كامل مع كامل ما يبقاش اتحاد، عشان كده قلت لكم المقدمة الفلسفية دي مهمة. يقول لك فلم يتخذ ابن الله أقنوما بشريا لأن الاتحاد يضحى غير كامل، لأن هيبقى الطبيعة بأقنومه يعني كامل من كله. نفس الفكر بتاع مين اللي مشي بيه؟ أبوليناريوس. يقول لك لأن الاتحاد يضحى غير كامل، مش كده وبس، وينحصر الخلاص بهذا الشخص الذي اتخذه، هيخلص ازاي وهو اللي هيموت؟ المسيح فدانا من الموت، فاذا كان الشخص اللي خده هيموته يبقى يخلص فين؟
يقول ولم يأخذ طبيعة مجردة غير كائنة في حقيقة واقعية، وإلا يبقى التجسد وهما. تناقض عجيب. ولم يأخذ طبيعة عامة، لأن الطبيعة العامة تتمثل في أفراد عديدين. في أمور أخرى هيجي يقول لك طبيعة عامة. في تناقض عجيب، ولكنه أخذ طبيعة بشرية حقيقية كالتي ترى في الفرد والتي تعادل الطبيعة الملحوظة في الأجناس، ولكن ليس له وجود مستقل، وليست في الأصل فردا. ضمه الابن إليه بهذه الكيفية، وإنما هي طبيعة موجودة في أقنوم الابن، هو إنسان كامل وإله كامل، ولكنها ليست أقنوما، طبيعة كاملة لكن ليست إيه؟ أقنوما، وليست بلا أقنوم. ليه؟ مش هتتساب لوحدها، وإنما هي موجودة قائمة في أقنوم الابن الذي هو أقنوم للطبيعتين معا. فأقنوم الابن هو الذي تجسد للألوهة، وإلا اضطررنا إلى القول بتجسد الآب والروح القدس أيضا. أحد الأقانيم فقط تجسد وتألم بمسرة الآب السرمدي وفعل الروح القدس يوم البشارة، ويسوع إنسان كامل عاش كإنسان كامل صائرا مثلنا في كل شيء ما عدا الخطيئة. طبعا لونديوس البيزنطي ولونديوس الأورشليمي ابتكروا وأيفوا النظرية، واحد ابتكرها وواحد ايه هندمها كده يعني هندلها. اللي جم بعده بقى تبنوها. زي يوحنا الدمشقي، الخلقيدوني، كان هناك تعليم أصر عليه يوحنا الدمشقي متتبعا في ذلك تقليد اللاهوتيين الخلقدونيين الأوائل، ولم يكن هذا التعليم يشرح في الجانب غير الخلقدوني بنفس الأسلوب طبعا. ويتعلق هذا التعليم بالتأكيد على أن ناسوت المسيح قد تأله منذ لحظة تكوينه في الاتحاد مع الله الإبن، ومن خلال ارتباطه الحميم مع نظرية التأقنم. كان هذا التعليم يأخذ الناسوت كطبيعة عامة مجردة. شوفوا هنا يقول طبيعة ايه؟ عامة. من شوية فاتوا كان يقولوا لا وليس كحقيقة أقنومية. وحيث أن هيبوستاسس الله الابن عند الدمشقي كان هو شخص الناسوت، فإن الله الابن نفسه كان هو الذي يقوم بكل ما هو بشري، بالإضافة إلى كل ما هو إلهي، وهذا هو السبب وتأله ناسوت المسيح. ولم يكن تأله ناسوت المسيح بهذا الشكل هو تعليم الجانب غير الخلقدوني، فبالنسبة لهم كان الناسوت الذي تخص خص، وبالتالي أصبح في الحالة الهيبوستاسية، ده بالنسبة لنا احنا يعني، هو الذي صار ناسوت الله الإب، ولهذا السبب امتلأ بالمجد الإلهي وتألى. في بقى اعتراف ونص صريح واضح
ببراءة البابا كيرلس من هذه النظرية خالص. نفس المؤلف يقول ايه، مش عارف موجودة قدامكم دي ولا لا، يقول كيرلس الاسكندري تعرض لموضوع اتحاد الطبيعتين، ولكنه لم يتوصل الى مفهوم التقنيم كلفظة فنية. هو قال باتحاد الطبيعتين لكن ما كانش لسه وصل للمستوى اللي يصل لمفهوم التقنيم كلفظة ايه فنية. استعمل مفهوم الاختصاص واقطاب اليعاقبة، يقصد الارثوذكس يعني تيموساوس وفيلوكسينوس وساويروس نسجوا على منواله. طب كويس قوي ان في اعتراف بان القديس ساويروس نسج على منوال مين، لان لما بيعدلوا تعريفات وتأويل القديس كيرلس احيانا يتهموا القديس ساويروس بانه مخالف للقديس كيرلس، مش يقولوا هم المخالفين وحكموا على انه نسطوري اطاخي او ابوليناري. ليه نسطوري؟ عشان قال اقنوم من اقنومين، وابوليناري عشان قال طبيعه من طبيعتين، مع ان اللفظين التعبيرين متساويين ومتزامنين يعني، لكن اقنوم من اقنومين كده هيحطهم في مأزق. لا مفيش اقنومين، اللي يقول من اقنومين يبقى نسطوري. طب طبيعه من طبيعتين، لا كده ابوليناري او اطاخي. طالما قلت طبيعه، طب ما احنا قلنا من طبيعتين، لا لكن قلت طبيعه. هم عايزينها اقنوم ياخدوا النص الاولاني والنص التاني، لكن اتضح ان مين نسطوري ابوليناري. المحصله بتاعت خلقدونيا في الاخر طلعت كوكتيل تشكيل نسطوري ابوليناري، لان الخلفيه الارسطويه واحده كامل مع كامل، ما فيش اتحاد، يفضلوا اتنين. ولما بيقولوا اتحاد لغوا الاقنوم بتاع الناسوت خالص، يبقى ناقص مع كامل. لكنه كيرلس لم يتوصل الى مفهوم التقنيم كلفظة فنية. اذا كلمة التقنيم دي لا تخص ابائنا على الاطلاق، عشان لما تسمعوا اي حد يقولها اعرفوا ان بشهادتهم هم ده مش تعليم ابائنا على الاطلاق. لو حد قال لك تقنم او تشخصنا، التقنم او التشخصن احيانا بيبقوا مترادفين، وهيجي ناكد بعد كده كتير زي ما اكدنا قبل كده ان الناسوت لم يوجد لحظة من الزمن طبيعيا واقنوميا في وجود مستقل، لكن وجد طبيعيا واقنوميا في الاتحاد نفسه. لان هم هيفسروا برضو طالما ليه اقنوم يبقى مستقل، ابائنا ما قالوش كده على الاطلاق. يقول ناسوت يسوع متحد اقنوميا باللاهوت، اقنوم يسوع الالهي تملك الناسوت واحتوى في وحدة شخص الاله التي لا تنفصم ابدا. يسوع واحد في طبيعتين، فما هي الوحدة وما هي الثنائية؟ يقول لك الوحدة هي وحدة الاقنوم اي الشخص،
لان عندهم الاقنوم مترادفه لايه؟ للبروسوبون. الاقنوم مترادفه لايه؟ للبروسوبون. عشان كده بقول لك ممكن يقولوا لان الكلمتين مترادفتين عندهم، فممكن يقولوا على طول التأقنم او التشخصن. الثنائية هي ثنائية الطبيعتين. الأقنوم الواحد هو في الطبيعتين، لفظة فيه هامة جدا. استعملها غرغوريوس اللاهوتي أولا، ثم أخذ عنه اللاهوتيون اللاحقون. في كتابات القديس غرغوريوس اللي عندنا مش موجودة على الإطلاق، بالعكس البابا ديوسكوروس وقف في مجمع خلقدونيا وقال معي كتابات أثناسيوس وغريغوريوس وكيرولوس. لكن خلي بالكم ممكن تلاقوا كتابات آباء مدسوس فيها حاجات زي كده وتنسب ليهم حديثا. ولو جبتوا نص زي كده اقروه وشيلوا الحرف اللي فيه شبهه كده تلاقوا النص مشي بالاستقامه على طول. لكن ابائنا ما قالوش كده، ولا القديس غرغوريوس في كل كتاباته المحفوظه عندنا احنا. يقول انها تغلق الباب امام القبول بوجود الطبيعتين اولا ثم الاتحاد الاقنومي ثانيا. ومين قال ان الطبيعتين الطبيعه موجوده اولا؟ عمري ما حد من عندنا قال كده. ده القديس كورولوس قال ده. احنا محتاجين نستخدم التامل بعين العقل لما نيجي نفكر او نشرح كيف تم الاتحاد. فبنتخيل كده كما لو ان الطبيعه البشريه في اللا زمن اتحدت بالذهن. للقديس كورولوس قال كده ولا غيره قال كده؟ فالطبيعه البشريه لم تكن موجوده قبل يوم البشاره، ما حدش اختلف على كده. الطبيعه الالهيه سرمديه، عارفين يوم البشاره اقنوم الابن نحت لنفسه من العذراء مريم طبيعة بشرية، طبيعة بشرية خاصة وليست عامة. كلمة طبيعة بشرية خاصة يعني ايه؟ ليها أقنوميتها. بس هو ما قالش خاصة، خاصة دي أنا اللي بقولها، أنا برد عليه أو بعلق يعني عمل طبيعة. صح، لسنا أمام عملية جمع اثنين موجودين قبل جمعهما، ده حقيقي. نحن أمام تنازل إلهي، تنازل أقنوم الكلمة واتخذ من العذراء مريم طبيعة بشرية ضمها إلى أقنومه الإلهي. ما بنقولش ضمها، نقول وجعله واحدا مع لاهوت الناسوت طبيعيا وأقنوميا، باتحاد طبيعي اتحاد أقنومي متزامن متلازم. لأن مفيش طبيعة من غير أقنوم، ومفيش أقنوم من غير طبيعة، بل أن هو الأقنوم عبارة عن طبيعة خاصة. والقديس كورولوس أكد الاتحاد الأقنومي بالطبيعي والطبيعي بالأقنومي. احتفظت كل من الطبيعتين بكيفية وجودها الخاص. أين تم اللقاء بينهما إذن؟ في شخص يسوع الواحد. فالطبيعة الإلهية ليست بشخص. شوفوا بقى الكلام الغريب، شوفوا الكلام الغريب. فالطبيعة الإلهية ليست بشخص، والطبيعة البشرية ليست بشخص، ولكنهما ليست بلا شخص. الشخص الواحد يمتلك كلتا الطبيعتين، وكأن الطبيعة الإلهية اتوجدت في نفس زمن الطبيعة الناسوتية. وشوفوا بقى بالنظرية ديت، يقول بهذا قضى الآباء
على البلبلة الناتجة عن الألفاظ اللاهوتية، اتحاد طبيعي واتحاد أقنومي والحاجات ده، هي خلاص لقينا لها حل، لقينا لها حل بنظرية ايه؟ التأقنم، وبتشد بنشد عليها قوي، بقى لها حل، حلنا المشكلة خلاص، لم يعد سائغا. شوف هو بيقول بقى ايه، لم يعد سائغا ان نقول ان ليسوع اقنومين او شخصين. احنا ما قلناش كده، اللي قال كده مين؟ نسطور. او انه يتالف من اقنومين، يعني هنا عارف انه بيميز بين نسطور وبيننا، لان لو قلنا من اقنومين هم ما بيقول، طب قالوا طب اعتب ما فيش اقنومين، يبقى لا اما نسطرة لا اما زينا، لكن هم جابوا نسطور وابوليناريوس في نفس الوقت. يقول لم يعد سائغا ان نقول ان ليسوع اقنومين او شخصين، او انه يتالف من اقنومين او شخصين، لان النسوت لم يكن موجودا قبل الاتحاد ليكون ذا شخص او اقنوم. محدش قال انه كانه كان موجود قبل الاتحاد. هو اخذ نسوت يوم البشاره، نعم اخذه بدون ان يكون له اقنوم. نو منذ اللحظه الاولى طبيعه خاصه، انما ضمه فورا الى اقنومه الالهي، فصار اقنومه الالهي اقنوما لناسوته. لا، منذ اللحظه الاولى ضم الناسوت طبيعيا واقنوميا باتحاد طبيعي واتحاد اقنومي، لان حتى الناسوت وحوى في بدايه تكوينه ناسوت خاص. تعرفين حتى العلم الحديث دلوقتي يقول لك الخليه الاولى للانسان فيها كل صفات الشخصيه موجوده فيه. منذ قالت مريم للملاك فليكن لي بحسب قولك أقنوم الناسوت الوحيد، هو منذ لحظة التجسد هو أقنوم الابن الوحيد يسوع، فلا أقنوم ولا شخص له غير ذلك، لا نظريا ولا في الواقع. يقولوا كلام كبير قوي، يعني لا نظريا ولا في الواقع، لكن ده هو كلام يعني يدخل العقل. يعني في حتة تاني، بحسب تعريفات الآباء ومفهومهم للأقنوم، فنلاقي الفعل والإرادة ينسب لمين؟ أنا بميز واحد على التاني من سلوكه أيضا، إرادته، فينسب للأقنوم وليس للطبيعة. عشان كده كان يوجه اللوم للخلقدونيين انهم بيقولوا طبيعتين وفعلين ومشيئتين، فطالما بيقولوا فعلين ومشيئتين فلابد ان يكون هناك اقنومين. هذا بخلاف الايمان الارثوذكسي بان الفعل ينسب للاقنوم المركب من اقنومين، ومن ثم فسواء كان الفعل بشري او لاهوتي فينسب للاقنوم المركب اللي هو الاله المتجسد، بما أنه أقنوم الإله المتجسد المركب من أقنومين. لكن الخلقدونيين مع نظرية التأقنم نسبوا الفعل والإرادة للطبيعة. من التعريفات الجديدة أن الفعل والإرادة للطبيعة. وبعد كده قالوا إيه؟ أن الفعل الطبيعي لكل طبيعة يقوم به الأقنوم الإلهي، وبذلك ينسبون الآلام للاهوت، إذ أن الأقنوم عندهم هو أقنوم الكلمة وليس الأقنوم المركب من أقنومين. فعشان كده نلاقي في كتاب سر التدبير الإلهي يقول وبسبب الوحدة الأقنومية المريد والفاعل واحد، لذا نرى الرب يسوع يبكي على العازر بينما يصنع لاهوت معجزة الإقامة من القبر، فأدت كل طبيعة ما خصها. يسوع يفعل بحسب طبيعتيه. دخلوا الفعل
أولا نسبوه للطبيعة، ووحدوا الفعل ان اللي بيريد او اللي بيقوم بيه واحد هو الاقنوم الايه؟ اللاهوت. وبالتالي كده نسبوا الالم لمين؟ او الافعال الجسدية ليه؟ مع ان احنا نقول يا من ذاق الموت، هم يقولوا برضو بطبيعته الجسدية، لكن في لخبطة محاولة توفيق فيها لي وتوفيقات عشان يصلوا في النهاية ان يبقى أقنوم في طبيعتين. يقول وقد حصل بعد التجسد ما يلي: شخص الاب الذي كان قبلا بسيطا وغير مركب وغير جسدي وغير مخلوق صار جسدا، صار أقنوما للجسد، وصار مؤلفا من الإلوهة التي هي قنيته منذ الأزل وإلى الأبد، أي سرمديا، ومن الجسد الذي اتخذه وهو يحمل خواص الطبيعتين، بما أنه معروف في الإلوهة ومخلوق في طبيعته الإنسانية، منظور وغير منظور، وإلا فنحن ملزمون إما بتجزئة المسيح الواحد والتكلم عن أقنومين، أو أن ننكر التمييز بين الطبيعتين فندخل أنذاك التبديل والاختلاط. بالعكس، هم أدخلوا البلبلة للاتحاد الطبيعي الأقنومي، فكل فعل ينسب للإله المتجسد هو كامل في لاهوتي وكامل في ناسوته، لكن هو واحد، فكل شيء ينسب، مش نقول هو الإله والإنسان، لا، الإله المتجسد. حتى لو ميزنا بنميز الخواص والصفات وليس طبائع وأشخاص. في كتاب إعادة فحص برضو بيشرح، يقول: هنا ينبغي علينا أن نلاحظ نقطتين أكد عليهما النحوي. النحوي اللي هو اللي بدا الفكر ومهد ليه. بالنسبة لناسوت المسيح، النقطة الأولى هي كمال ناسوت المسيح، وبالتالي فإن كل الخواص والقدرات التي تصاحب الناسوت الكامل كانت في ناسوت المسيح بدون أي نقصان، ولم تكن هذه النقطة محل خلاف بين النحوي والبطريرك القديس ساويرس، ولا بين الجانب الخلقدوني وغير الخلقدوني. أما النقطة الثانية فكانت إصراره على أن الأوسية هو الحقيقة العمومية التي في كل البشر. وقد أخذ النحوي هنا ناسوت المسيح بمدلول الأوسية بالمعنى المجرد بدون التسليم بأنه الناسوت هو هيبوستاسيس، يعني أقنوم، يعني مخصص فردي. ومن الواضح ده هنا صاحب كتاب إعادة فحص بيقول، خلي بالكم بيقول ايه، ومن الواضح أنه كان مهتماً بتجنب عقيدة وجود هيبوستاسيسين أو شخصين في المسيح الواحد. كل همه عايز ينكر فكرة، لأن لو قال الناسوت لي كان في حالته الأقنومية هنقول له طيب ما كده تبقوا نصطرة، حاجة من الاتنين، لا هتقولوا أقنومين زي ما بتقولوا طبعتين، لإما تقولوا باتحاد حقيقي يبقى أقنوم من أقنومين وطبيعة من طبيعتين. ويبدو أنه قد ميز بين الهيبوستاسيس والحقيقة الخاصة المحددة، لذلك اعترف أن ناسوت المسيح، شوفوا التناقض بقى، اعترف أن ناسوت المسيح كان واقعا خاصا محددا
أي جسداً أعطي روحاً عاقلاً مفكراً، ولكنه مع ذلك لم يعترف به كهيبوستاسيس. وعلى الجانب الآخر كان البطريرك ساويرس يستطيع أن يعترف ليس فقط أن ناسوت المسيح كان واقعاً خاصاً محدداً، ولكنه أيضاً كان في الحالة الأقنومية. وقد تجنب البطريرك ساويرس كما ذكرنا عقيدة وجود شخصين في المسيح، أولاً بالإصرار على أن الناسوت أصبح في الحالة الأقنومية فقط في الاتحاد مع الله الكلمة، ثانياً من خلال مفهومه عن الهيبوستاسيس المركب. ومن هنا نرى أن كل من الرجلين يوحنا الناح والبطريرك ساويرس كانا متفقين مبدئياً في مفهومهما اللاهوتي، حتى فيما يخص النقطة الثانية اللي هو الناسوت محدد، ولكنهما كانا يختلفان في مسألة الحالة الأقنومية لناسوت المسيح. أما بالنسبة للعبارات الخريستولوجية فكان النحوي واضحاً في أن كلتا العبارتين من طبيعتين وفي طبيعتين مقبولتين، وأن مصطلح طبيعة يشير إلى العمومي، مرة يقول في حالة محددة ومرة يقول في الإيه؟ عمومي. وحيث أن ناسوت المسيح لم يكن بالنسبة له هيبوستاسيس، فقد أصر النحوي على أنه لم يكن ناسوت إنسان مستقل معين، وكان هذا أيضا هو ما أكده مرارا كل من البطريرك القديس ساويرس وماري فريكسينوس أسقف منبج. وكان البطريرك ساويرس هو الذي ركز على مفهوم أن الناسوت كان في الحالة الأقنومية. برضو بنستعرض مفهوم الاتحاد الأقنومي عند الخلقدونيين بقى ازاي، من خلال النظرية التي ابتكرت في القرن السادس اللي هي نظرية التأقنوم. يقول صمويل، الأب صمويل: كان الفكر اللاهوتي ليوحنا الدمشقي هو في الواقع امتدادا للتقليد الذي وضعه يوحنا النحوي ومؤلف كتاب الاقتباسات الكيرلسية. فاكرين الكتاب اللي رد عليه القديس ساويرس بكتاب فيلاليسس؟ ولذلك زعم الدمشقي متفقا في ذلك مع النحوي أن مصطلح طبيعة في عبارة في طبيعتين يدل على الأوسية، وكان هذا المفهوم يخص بالتحديد ناسوت المسيح، كما تبع الدمشقي يوحنا النحوي أيضا في إصراره على أن الناسوت لم يكن له هيبوستاسيس خاص به. وهذه العبارة يمكن أن تعني إما أن الله الإبن اتخذ الناسوت كحقيقة عامة مجردة، أو أن الناسوت لم يصبح هيبوستاسيس بذاته مستقلا. وكان النحوي قد تبنى المفهوم الأول اللي هو الحقيقة العامة المجردة، مؤكدا في نفس الوقت أن الناسوت قد صار واقعا خاصا محددا برغم أنه لم يكن واقعا أقنوميا، يعني كان متناقض. ولكن الدمشقي اعترف بأن ناسوت المسيح لم يكن بغير هيبوستاسيس، لأن الله الكلمة أعطاه الهيبوستاسيس الخاص به. فبيقول احنا ما نقدرش نقول إن ما كانش كان بغير أقنوم، لأن هو أصبح له أقنوم الكلمة. وهذا هو مفهوم التأقنوم، أن الناسوت الذي لم يكن متأقنما قد صار متأقنما باستلامه الهيبوستاسيس الخاص بالله الكلمة، سلم السلم. ويمكننا أن نرى في هذا التفسير
أن اللاهوتي الخلقدوني يشرح مفهوم الهايبوستاسيس الواحد للمسيح بحسب تعريف الإيمان الخلقدوني، بيشرح معنى الأقنوم بحسب تعريف الإيه؟ يعني معناته أنه بيختلف عننا، أي أنه هو هيبوستاسيس الله الإبن، وفي التجسد وحد الله الابن بنفسه ناسوتا بأن قدم له الهيبوستاسيس الخاص به. وبيكمل الأب صامويل يقول: ولا يقر الدمشقي أن ناسوت المسيح كان له الهيبوستاسيس البشري الخاص به. ومن المناسب هنا أن نقدم ملخصا مختصرا للشرح اللاهوتي الذي قدمه الدمشقي عن شخص المسيح. فقد أكد يوحنا الدمشقي عقيدة الثالوث القدوس بكونه ثلاثة هايبوستاسيس في أوسية واحد، يعني ثلاث أقانيم في جوهر واحد. وأقر أن الله الإبن أو الله الكلمة الواحد من الثلاثة هايبوستاسيس قد صار إنسانا، وأن طبيعتي اللاهوت والناسوت قد اتحدتا أقنوميا بدون أن تتغير واحدة منهما إلى الأخرى. مش اتحدوا مع بعض، يعني الاتنين كأنهم اتحدوا في أقنوم الكلمة، بقى الأقنوم ضموهم هما الاتنين، بس يقول اتحدوا. خلي بالكوا في احيانا كتير بينخدعوا ان حصل اتحاد طبيعي، هنا مش يعني اتحاد طبيعه بطبيعه اللي هو قال عليها الشرح اللي جبته لكم المره اللي فاتت، قال اوعى حد يفتكر ان الطبيعه اتحدت بطبيعه لا سمح الله، والا هيبقى تكون النتيجه ايه؟ بقت طبيعه واحده. فاكرين؟ بدون أن تتغير واحدة منهما للأخرى أو تختلط واحدة منهما بالأخرى، وبدون أن تدخل الطبيعتان معا في تكوين طبيعة واحدة جديدة كشيء ثالث، ولكن الطبيعتان تزامنتا معا في اتحاد أقنومي بواسطته صار هيبوستاسيس الله الإب هو هيبوستاسيس يسوع المسيح الذي يتركب من ويوجد في الطبيعتين اللتين بقيتا كاملتين وصحيحتين حتى بعد الاتحاد. قلت لكم في فرق بين ما نقول أقنوم مركب من طبعتين وأقنوم مركب من أقنومين. وهكذا فإن المسيح الواحد يتضمن المخلوق وغير المخلوق، الفاني وغير الفاني، بدون اختلاط، ويوجد بينهما تبادل للخصائص الذي من خلاله يجعل الكلمة الأشياء البشرية خاصة به، لأن ما يخص جسده المقدس ينتمي له، والأشياء التي تخصه أي التي تخص الكلمة أوصلها إلى جسده، وبقيت الطبيعتان بكل خواصهما وملكاتهما في الهيبوستاسيس الواحد. ولذلك استمر المخلوق مخلوقا واستمر غير المخلوق غير المخلوق واحتفظ بالاختلاف فات التي بينهما كما هي في المسيح الواحد. يقول: كان الدمشقي يعتبر أن المسيح هو هيبوستاسيس مركب، لأن الله الإبن وهو هيبوستاسيس أزلي صار متجسدا بأن وحد بنفسه ناسوتا كطبيعة ثانية، بالإضافة إلى اللاهوت الذي هو طبيعته الخاصة، وبالتالي أصبح هيبوستاسيا يملك طبيعتين، ولذلك فهو هيبوستاسيس مركب. فهو مركب بأي معنى؟ أن يملك، لكن مش مركب زي إحنا ما بنقول من أقنومين. كتب يوحنا الدمشقي إن ميلاد ربنا لم يكن بزرع بشر ولكن بالخلق بواسطة الروح القدس، والتشكل لم يكن بتجميع جزء مع جزء ولكن اكتمل ككل مرة واحدة مع الله الكلمة نفسه،
الذي كان هو شخص الجسد. كل ده بنأكد على ان شخص نوم الناسوت كان هو الايه الكلمة. قيلوا على الجانب الاخر اثر الدمشق على ان الطبيعتين اتحدتا الواحدة مع الاخرى في شخص واحد مركب. وكلمة مركب هنا طالما مش من نفس النوع بتؤكد الازدواجية. لما اقول مركب من طبيعتين يبقى هنا بأكد الايه الاثنينية اللي هو مركب منهم. اما السؤال عن كيفية تصور وحدة المسيح فقد شرحها يوحنا الدمشقي على النحو التالي. خلي بالكم هما في القرن السادس كان لوانديوس ولوانديوس جه بعديهم في وقت لاحق الدمشقي لكن استفاد وكمل نفس الفكر واكتر. بيقول عندما تجسد الله الابن وحد بنفسه جسدا محييا بروح عاقل المفكر وجعله جسده الخاص، ولكن جسد الله الكلمة لم يكن كائنا بشكل مستقل. محدش قال انه كان بشكل مستقل ولا كان هناك شخص اخر بجانب شخص الكلمة، محدش قال كده، وانما على العكس ففي شخص الكلمة صار الجسد كائنا او بالاحرى اصبح له شخصية. لا احنا بنقول اتحد، صار متحدا، لكن هنا ما كانش له أقنومية لكن صارت أصبح له شخصية، أي تأقنما أو تشخصنا. ولم يصبح الجسد شخصا كائنا في استقلالية بذاته، محدش قال كده. وبالنسبة لتلك الفقرة التي تعتبر هي الحاسمة في فهم التعليم الخريستولوجي الرسمي للجانب الخلقدوني في الشرق، فإنها لا تحتوي إلا على نقطة واحدة كان من المحتمل أن يطلب ساويرس عنها توضيحا، وهذه النقطة تتعلق بالسؤال الذي ذكرناه آنفا، وهي بالتحديد التي جاءت في عبارة في شخص الكلمة صار جسدا كائنا أوجد أو بالأحرى أصبح له شخصية. وقد عبر الدمشقي في الحقيقة بهذه الكلمات عن نظرية التأقنم الخاصة باتحاد الطبيعتين في المسيح الواحد، وكان يعني بالتأكيد أن الله الإبن هو هيبوستاسس أزلي صار متجسدا بأن وحد بنفسه ناسوتا كطبيعة ثانية بالإضافة إلى اللاهوت الذي هو طبيعته الخاصة. ولذلك فإن يسوع المسيح هو هيبوستاسس واحد يعرف في طبيعتين، وده اللي كان بيقصد فيه اللي هو السؤال اللي بيطلب القديس ساويرس عنها توضيحا، ازاي يبقى واحد وانتوا بتقولوا طبيعتين؟ فاجاب عليها يبقى ايه بالتأقنم بقى. يستطرد ويقول تتضمن نظرية التأقنم بالشكل الذي اعتنقها به اللاهوتيون الخلقدونيون اهتمامين اساسيين. ايه بقى الاهتمامين دول بتاع نظريه التاقنم؟ اولا كانت تلك النظريه تسعى لكي تستبعد عقيده وجود اربعه اقانيم بعد التجسد بدلا من الثالوث، وكان لان هم مش بيؤمنوا بالاتحاد الاقنومي، فقالوا لو الناسوت اقنوم فيبقى اقنوم الكلمه، اقنوم الناسوت بقى اقنوم رابع. وكان هناك اعتقاد بأن التأكيد الأنطاكي على أن الطبيعة هي مرادف للهيبوستاسيس يمكن أن يؤدي إلى موقف مثل هذا، بحيث أن الطبيعة لابد لها أقنوم.
ولذلك قصدت نظرية التأقلم أن تظهر أن تعريف الإيمان الخلقدوني تجنب هذه الاحتمالية. يعني مش مجرد أن بنقول طبعتين يبقى لازم يكون فيه أقنومين. ثانيا، كانت النظرية تهدف إلى تأكيد وحدة شخص هيبوستاسس المسيح مع الحفاظ في نفس الوقت على حقيقة الطبيعتين، لأن لو في طبيعتين وفعلين ومشيئتين لابد هيكون فيه. فنظرية التأقلم إن الناسوت ملوش أقنوم من الأصل وصار والطبيعة تأقلمت فيه، يبقى كده بقى عندنا أقنوم واحد في طبيعتين. كده حلينا مشكلة تحديدات إيمان خلقدوني. وكان كل من الجانب الخلقدوني وغير الخلقدوني يوافق على هذا الأمر، اللي هي وحدة شخص المسيح. الكل يوافق وحدة شخص الايه؟ المسيح، مش يوافق على التأقلم. كان كل من الجانب الخلقدوني وغير الخلقدوني يوافق على هذا الأمر، ولكن الأخير كان قد عبر عنه بدون نظرية التأقلم. أما الأول فقد قدم تلك النظرية على أمل أنه يستطيع من خلالها أن يستبعد بنجاح الهرطقة التي كان يتصورها عند المعارضين لمجمع خلقدونيا. يستبعد الهرطقة اللي كان بيتهموه بها مين؟ المعارضين لمجمع خلقدونيا. انت بتقول طبعتين ما هيبقى أقنومين، فكده يعني نجح في صد هذا الاتهام يعني. ونجد ان الدمشقي على سبيل المثال يقوم بعرض نفس النقطة مرات عديدة، يقول لأنه اتخذ بكورة جسدنا البشري ليس ككائن بذاتي وكشخص قد تكون مسبقا ثم أخذه على هذا النحو. شوفوا دايما يأولونا، مش معنى ان الناسوت له اقنوميته انه تكون اولا، ونقول هذا تكرارا ومرارا، ولكن كجسد اخذ وجوده في شخصي اي شخص الكلمه، وهكذا فان شخص الكلمه صار هو شخص الجسد. والقول ان الطبيعه البشريه قد تخصخصت تفردت قبل الاتحاد كان بالنسبة لكلا الجانبين هو تعليم المدرسة النسطورية. ده الأب صامويل بيقول كده يعني. يعني أصلا إحنا هم بيقولوش كده، وإحنا أيضا لا نقول بذلك إن الطبيعة البشرية وجدت بأقنوميتها قبل الاتحاد. لم تكن هناك لحظة أو طرفة عين كانت الطبيعة موجودة لا طبيعيا ولا أقنوميا. وكان موقف الجانب الخلقدوني هو الموقف الذي قدمه رجال مثل يوحنا الدمشقي من خلال عقيدة التأقنم، والتي تتكون من النقاط التالية. ده الأب صامويل بيشرحها يعني. يسوع المسيح هو تجسد الله الإبن، هو هيبوستاسس واحد يعرف في طبيعتين. هذا الهيبوستاسس الواحد هو الهيبوستاسس الإلهي لله الإبن. يشير مصطلح طبيعة إلى الحقيقة العامة المجردة. يعني الناسوت اللي خدوا الطبيعة الناسوتية طبيعة عامة ما هيش خاصة، وهذا يشير بتركيز خاص إلى ناسوت المسيح. وكانت كلتا الطبيعتين كاملتين، وكل منهما لها خواصها وملكاتها الخاصة بدون أي نقصان. ولذلك كان للمسيح إرادتان، طبيعتان، فعلان، طبيعيان. ستة، حيث أن الناسوت ليس له الهيبوستاسس الخاص به بحسب مفهوم الدمشقي عن الهيبوستاسس، فقد أعطاه الله الإبن الهيبوستاسس الخاص به
وبهذه الطريقة لا يكون الناسوت بدون أقنوم ولكنه متأقنم. سبعة، وعلى الرغم من أن ناسوت المسيح كان بدون هيبوستاسس خاص به، إلا أنه كان محددا وخاصا. من العجائب والحقيقة أن تلك النقطة الأخيرة قد أصابت ناسوت المسيح تماما، ناهيك عن أن الواقع البشري الذي يقولون عنه هنا هو أبعد ما يكون عن الوضوح. كلام مش إيه، مش راكب. على سبيل المثال للأب صامويل بيشرح، يذكرون أن تلك الطبيعة البشرية تستطيع أن تفعل وأن تريد، ولكنهم مع ذلك يقرون بأنها ليست أقنومية. وكذلك يقولون عن تلك الطبيعة البشرية أنها حقيقة عامة مجردة، ورغم ذلك يتكلمون عنها بكونها محددة وخاصة. فيا كيف يمكن للبشرية التي يؤكدون أنها عامة ومجردة أن تصبح مرئية ومحددة من خلال تلازمها، أي اتحادها؟ فالله غير المرئي. عامة مجردة يعني غير مرئية، أما اتحدت بالكلمة صارت مرئية. والله أصلا غير مرئي، يبقى اللي شايفينه ده إيه؟ السيد المسيح كنا بنميزه زي أنت دلوقتي أما بنميز أي واحد تمييز أقنومي بصفاته الأقنومية. أبونا ده أسمر شوية عن ده أدخن شوية، ده سلوكه فكره إيه، التاني فكره كذا. ربنا يسوع المسيح كان مميز بين البشر بإيه؟ بأقنوميته اللاهوتية، ده غير مرئية. كان مميز بسماته الأقنومية البشرية. أما الجانب غير الخلقدوني فقد أكد أن الله الإبن الواحد من الثالوث المبارك وحد ناسوتا بذاته، وفي الاتحاد لم يكن ذلك الناسوت غير أقنومي، أي غير محدد أو مخصخص. على الرغم من أنه لم يكن شخصا موازيا لشخص الله الإبن، ما كانش له وجود موازي، وبكونه هيبوستاسس مركب فإن الله الإبن قد وحد في نفسه الحقيقة الهيبوستاسية للناسوت. ولذلك فيسوع المسيح هو الله الإبن في حالته المتجسدة، وهو بذلك مخلص العالم. ده مفهوم الهيبوستاسس عندنا أو الأقنوم. لكن عند الدمشقي والخلقدونيين تعرفوا تاني، يقول أما الهيبوستاسس فقد شرحوا الدمشقي بأنه هو الذي يملك الأوسية. هو ده تعريف الإيه؟ الأقنوم، الذي يملك الجوهر أو الطبيعة وله عوارض خاصة به تجعله يختلف عن غيره من الأفراد. إيه بقى اللي يختلف عن غيره إذا كان أقنوم الكلمة غير مرئي أصلا، وهو كائن في ذاته مستقل؟ شوفوا هنا، خلى الأقنومية كأنها كيان، كائن بذاته. الطبيعة شيء والأقنوم شيء ويمكن إدراكه. وهكذا أشار الدمشقي إلى الطبيعة بكونها الشيء العمومي الذي يأخذ وجوده في الهيبوستاسس، ولا يمكن للطبيعة أن توجد بذاتها بدون هيبوستاس. أما الهيبوستاس فهو شيء خاص بالمعنى العددي، أو هو فرد من نوع معين وله عوارض تفرقه عن بقية الهيبوستاس، وهو الذي يملك العمومي أي الأسية أو الطبيعة. ك
كما إنه يتواجد بذاته مستقلاً. كلام يعني مش موجود في الواقع خالص. وقد زعمت دمشق أنه ليس من الضروري أن يكون لكل طبيعة من الطبيعتين المتحدتين الهيبوستاسيس الأصلي الخاص بها، بل ذهب إلى القول بأنه إذا كان الهيبوستاسيس يملك الوجود المستقل فيمكن أن يكون هو مركز أو مبدأ للوجود للإثنتين من الطبائع المتحدة، كما يظهر في الإنسان أن الهيبوستاسيس يحتوي على طبيعتين. كلام فلسفي غير منطقي. ويقول أما الدمشقي فقد نظر إلى الهيبوستاسيس والطبيعة بنوع من الثنائية والفصل. إحنا الأقنوم أو الهيبوستاسيس بنقول عليه طبيعة خاصة، لكن ده اتكلم عنه كإيه؟ بنوع في فصل، حيث رأى أن الطبيعة هي مكون من مكونات الهيبوستاسيس ويمكن أن توجد منفصل عن الهيبوستاسيس الخاص. ولم ينظر القديس ساويرس إلى الهيبوستاسيس مثل الدمشقي. شوفوا تعريف أبائنا بيقول إيه بقى. لم ينظر مثل الدمشقي بكوني مركزا للوجود في ذاتي كشيء منفصل عن الطبيعة، أو أنه هو الذي يملك الأوسية أو الطبيعة، ولكن بكونه هو ذاته الوجود الخاص المحدد للأوسية بكل ما يميزه من خصائص أو طبيعة. أي أن الأوسية كحقيقة عامة مجردة بما يميزها من خصائص أو طبيعة، ليس لها وجود حقيقي في عالم الزمان والمكان إلا إذا تواجدت قواقع خاص محدد. الطبيعة ملهاش وجود مستقل إلا إذا تواجدت قواقع خاص محدد كهيبوستاس، وهذا هو الهيبوستاس. لذلك لا يقول القديس ساويرس مثل الدمشقي إن الطبيعة لا يمكن أن توجد إلا داخل الهيبوستاسس، ولكنه يقول إن الطبيعة لا يمكن أن توجد إلا قواقع هيبوستاسيسي. ورغم أن الدمشقي ذكر في بعض الأحيان أن الهيبوستاسيس هو الأوسية الخاص، لأن برضو ما زالوا يكرروا تعريفات الآباء، يعني يقولوا كده ما يجوا يتكلموا عن التجسد، في ظروف أخرى يجيبوا التعريفات الآباء القديمة بقى، يقولوا الهيبوستاسيس هو الأوسية الخاص. إلا أن المعنى الذي يمكن أن يفهم من السياق هو أنه كان ينظر إلى الهيبوستاسيس بكونه الشخص أو الفرد المعني بالأفعال الذي يملك العمومي أي الأوسية أو الطبيعة، ويمكنه أن يملك أكثر من طبيعة. وسيتضح الفكر اللاهوتي للدمشقي بسرعة أكثر عندما يشرح نظرية التأقنم. يقول وكانت نظرية التأقنم تتضمن اهتمامين أساسيين. كانت تسعى لاستبعاد عقيدة وجود أربع أقانيم محل الثالوث إذا أضيف الهيبوستاسيس الإنساني المتحد بهيبوستاسيس الكلمة، وثانيا كانت تهدف إلى تأكيد وحدة هيبوستاسيس المسيح مع الحفاظ في نفس الوقت على حقيقة الطبيعتين. يعني عايزة تأكد عقيدة خلق دنيا أقنوم في طبيعتين. ورغم أن الجانب غير الخلقدوني كان له نفس الاهتمام، إلا أنه لم يعبر عن ذلك من خلال نظرية التأقنم. يعني وحدة الشخص المسيح مهتمين بيها لكن ما عبرناش عنها بالإيه، ولكن من خلال مفهوم الاتحاد الهيبوستاسي أو الاتحاد الأقنومي والهيبوستاسس المركب. فكما أن الهيبوستاسيس المركب في الإنسان عند القديس ساويرس لم يكن هو الهيبوستاسيس الواحد الذي يملك الطبيعتين، ولكنه هو الكيان المتفرد المخصخص الذي تكون نتيجة الوجود المتزامن لإثنين من الأوسية معا.
وفي تواجدهما المتزامن يكون لكل واحد منهما حقيقته الهيبوستاسية في الهيبوستاسس المركب. فكذلك في يسوع المسيح وحد هيبوستاسس الكلمة الذي هو هيبوستاسس أزلي بنفسه ناسوتا أصبح واقعا هيبوستاسيا في اتحاده مع هيبوستاسس الله الكلمة. وهيبوستاسس يسوع المسيح الواحد ليس ببساطة هو هيبوستاسس الله الابن، ولكنه هو هيبوستاسس الله الابن في حالته المتجسدة. ولذلك كتب ساويرس في كتابه ضد النحوي، خلي بالكم من الحتة الجيدة هي، كتب له قال له ايه، ان الطبيعتين والهيبوستاسيسين الذي تركب منهما المسيح قد أدرك في الاتحاد بلا أي اختزال وبلا أي تغيير، ولكن من غير الممكن أن نميز برسوب لكل منهما، لأنهما لم يوجد في المسيح منفصلين سواء في تحديد معين أو في ثنائية، لأنه هيبوستاسيس واحد من كليهما وبرسوب واحد على نحو موحد وطبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. فهيبوستاسيس المسيح، الكلام ده كلام القديس ساويرس، بالرغم من أنه الهيبوستاسيس الإلهي لله الكلمة، إلا أن الناسوت أيضا قد صار هيبوستاسيا في الاتحاد معه، أي في الحالة الهيبوستاسية. وبنفس الطريقة فإن برسوبنا المسيح بالرغم من أنه برسوبنا الله الكلمة، إلا أن الناسوت أيضا قد صار برسوبي فيه. ونستطيع أن نقدر مفهوم القديس ساويرس إذا نظرنا إلى حقيقة أن يسوع المسيح هو شخص تاريخي، وبكونه كذلك فإن له الهيبوستاسيس الخاص به مع البرسوبن. نظرية لا تتفق مع المنطق ولا الواقع، تعبيرات فلسفية غير منطقية ولا واقعية. عشان كده بيحلل هذا النظرية الأب صامول، يقول تبقى نقطتان هامتان نتجتا من مفهوم الدمشقي عن الهيبوستاسيس وعن نظرية التأقنم. النقطة الأولى تختص بتأكيد الدمشقي أنه تطابقا مع وجود الطبيعتين في الهيبوستاسيس الواحد، فأن يسوع المسيح له مجموعة مزدوجة من الخواص الطبيعية تنتمي إلى الطبيعتين، أي إرادتين طبيعيتين الإلهية والبشرية، فعلين طبيعيين إلهي وبشري، وحكمة ومعرفة إلهية وأخرى بشرية. ومع ذلك يصر الدمشقي على أنه في كلتا الطبيعتين يكون نفس الشخص هو الذي يعمل ويريد. وهنا تبرز نقطة في غاية الأهمية، لأن الناسوت المتكون من جسد بشري له روح عاقل، بما أنه ليس إلا طبيعة في معناها العمومي المجرد، فإنه يحتاج إلى فاعل، لأن ما فيش أقنوم يعبر عن خواصه وملكاته. ولو قيل أن هذا الفاعل كان هو الله الكلمة تمشيا مع نظرية التأقنم، فسيعني ذلك أن كل شيء بشري في المسيح كان يعبر عنه إلهيا، أما الأشياء الإلهية فلم يعبر عنها إنسانيا. وهذا الأمر يتضمن خطورة كبيرة في فهم الخلاص. والحقيقة أن تفسير الدمشقي للطبيعة البشرية في المسيح كان يعتريه كثير من الصعوبات. فعلى سبيل المثال،
كانت دمشق يقول إن الطبيعة البشرية في المسيح كانت تستطيع أن تفعل وأن تريد، فكيف يمكن أن نقول إن الطبيعة البشرية تفعل وتريد بحق والفاعل والمريد فيها هو الهيبوستاسيس الإلهي وحسب؟ وكذلك يقول عن تلك الطبيعة البشرية إن هي الأسية كحقيقة عامة مجردة، فكيف يمكن للبشرية التي يؤكد إنها عامة ومجردة أن تصبح مرئية ومحددة من خلال اتحادها في هيبوستاسس الله غير المرئي؟ إزاي حددنا ناسوت المسيح وهو يعني مش محدد وغير مرئي؟ ويتعين علينا هنا أن نسترجع تعليم القديس ساويرس الذي كان يرى أن هيبوستاسس المسيح هو هيبوستاسس الله الكلمة في حالته المتجسدة، الذي تكون من اتحاد اللاهوت والناسوت، وبهذه الطريقة حافظ القديس ساويرس على الحالة الأقنومية للناسوت. وكذلك أصبح من الممكن لنا أن ندرك ذهنياً في المسيح إمكانية التعبير عن القدرات والخصائص الإلهية بشرياً بجانب التعبير عن القدرات والخصائص البشرية إلهياً. وكان التقليد السكندري دائم الإصرار على أن الله الكلمة المتجسد هو الشخص أو الفاعل في التجسد، ولم يقل أبداً أن الله الكلمة في حالته المتجسدة أو حالته قبل المتجسدة هو شخص أو الفاعل في التجسد، حيث أن الله الكلمة المتجسد هو شخص التجسد، فإن العنصر البشري كان هناك متحداً مع الله الكلمة في شخص المسيح الواحد. أما النقطة الثانية فتختص بمفهوم الدمشقي عن تأله ناسوت المسيح، فحيث أن هيبوستاسس الله الإبن عند الدمشقي كان هو شخص الناسوت، فإن الله الإبن نفسه كان هو الذي يقوم بكل ما هو بشري بالإضافة لكل ما هو إلهي، وهذا هو السبب وراء تأله ناسوت المسيح. ولم يكن تأله ناسوت المسيح بهذا الشكل هو تعليم الجانب غير الخلقدوني، فبالنسبة لهم كان الناسوت الذي تخصخص، وبالتالي أصبح في الحالة الهيبوستاسية هو الذي صار ناسوت الله الإبن أي جسده الخاص. ولهذا السبب امتلأ بالمجد الإلهي وتأله كنتيجة للاتحاد الهيبوستاسي وتبادل الخواص بين اللاهوت والناسوت. وقد حاول بعض الدارسين تتبع المصادر التي استقى منها يوحنا الدمشقي تعريفه لمدلول المصطلحات اللاهوتية. خلي بالكم بقى من الحتة دي. حاول بعض الدارسين تتبع المصادر التي استقى منها يوحنا الدمشقي تعريفه لمدلول المصطلحات اللاهوتية التي بنى عليها تعليمه الخريستولوجي، وتوصلوا إلى حقيقة أنه على الرغم من الاعتقاد السائد بأن الدمشقي اعتمد على المؤلفين الخلقدونيين الذين سبقوه أمثال لوانديوس، إلا أنه استحدث بعض المفاهيم المستقاة من الفلسفة الرواقية والأفلاطونية الجديدة. يعني ما اكتفاش في شروحاته للوانديوس والمجموعة دي بدوره، أضاف بناء على إيه؟ على المفاهيم المستقاة من الفلسفة الرواقية والأفلاطونية الجديدة. ونكتفي بهذا القدر ونكمل الجزء الثاني في المرة القادمة. نحيانا الرب وعشنا.